وقاية فطور مع جعفور. زيت صافي بن صافي بطبيعة الحال وبرعاية زيت صافي الفقرة هذية اللي كل مرة انت شايف بطبيعة الحال تقترح علينا حاجة مزينة، وإذا صعبت عليكم حاجة تدخلوا الباج بن صافي ولا زيت صافي تلقاو الشيف وتلقاو اللي رسيت متاعو. اليوم حضرنا حاجة ياسر مزينة ويا غيبة جعفور بصراحة. ظلمتوا اليوم بصراحة، حكيت معك بصراحة. بليس هو فينيس فينيس دونك المشكلة ما نعرفش الماكلة بون، فما دي ريستورون توانسة فينيس هذا برشا برشا حتى الكاسترونومي نيسواز فينيس فما كانت توانسة. اي وقريب قبيلة التعليقات اللي كلي كسكسي ظهر لي دروين هبطوا لهم لايف، انا ما تبعتش. صح جعفور، ان شاء الله بالتوفيق في عرض اليوم. سينو شيف دونك بالنسبه اللي نحن قبل معناها من نبدا البريباراسيون ولي روسيت وكل شيء بكريك اول حاجه تحيه لسليم وكل شيء ان شاء الله. سليم الدويري مبروك مبروك عليه حاجه به. وباش الناس قالوا لنا راهو الريستورون ماهوش ماكله تونسيه، نعرفوا اللي هو مش ماكله تونسيه لكن الريستورون تونسي، شيف نتاعو تونسي، فنفرحوا له على الاخر حتى كان يقدم في اطباق عالميه. معناها ويستاهل معناها التتويج ويستحق معناها أقبلك وإن شاء الله معني إن شاء الله كما نراو وإن شاء الله معني دون لو سونس التتويج هذا شيف إن شاء الله ولا إن شاء الله. مش نورمال نورمالمون شيف تيسير في لجنة التحكيم، ما فما مرة فما باش يجيبوا لي شيف جاست طبعا وفيق تيسير احنا إن شاء الله التتويج هذا نبنيو عليه. فهمت علاش مثلا اليوم عندنا كان أونسيني باركا مثلا في التوب 50 ان شاء الله يزيدوا العام الجاي ولا يوليوا مثلا ثلاثة أربعة يوليوا 10 يا رب. هذا نظرا لأنه معناها الموروث الغذائي التونسي راهو سي موروث غذائي كبير برشا ومتنوع على الاخر، يستحق اكثر من هكاكه معناها دونك يستحق تتويجات اكثر من هكاكه. هذا لازم معناها دعم نتاع الناس الكل، لازم الناس الكل تشارك وتلتف معناها تلتف تلتف دونك تلتف نحو معناها للموروث الغذائي التونسي وعلاش ليه معناها ما نكونوش حتى معناها في مراتب عالميه متقدمه. يا ربي وربي يعين الجميع ومهرجانات وتشارك فيها الناس كليك من كيف تجيات والمدايات زاد رافع يحكي على ستريت فود وكل شيء. فما برشا مسابقات نجموا نعملوها دونك وهذه تكون حافز وامل. مثلا تصور واحد يخدم معناها في ساندويتش ولا حاجه يلقى روحه باش يشارك في مسابقه وينجم يربح في الاسئله اعتراف للمجهود نتاعو والصبر يولي حتى هو معناها امل، يولي حتى هو تعطيه امل وتعطيه ثقه في روحه والمنافسه الشريفه معناها ما تخلي كان الكونكورونس تكون معناها وتحسن المنتوج وتحسن المنتوج بالطبيعه دونك تحسن المنتوج. شكرا شيف يعيشك وان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل للجهيد تلتفف. كان الشيف معنا في فطور مع الدار توا في الصحيح وكل شيء دونك بالنسبه لنا احنا اليوم باش نعملوا سلطه مشويه دونك باش ناخذوا الفلفل نتاعنا ديما انا معناها بالنسبه للسلطه مشويه عندي اون استوس اني ما نعملش كان الفلفل والطماطم والبصل والثوم، ديما نزيدوا بيرجين وكورجيت دونك باش نقصوها المره هذه مانيش باش نسطروها نقولوا على بيربير دونك باش نعملوها سلوك سلوك باش نقصوها اون جوليان الكلها معناها باش يجيونا دي لاميل الكل في عود باش نسطروها وكل شيء باش نقصوها كيما السباجيتي تبدا طويله باش نخلطوها مع بعضها دونك نفوحوها ملح فلفل اكحل وشويه معناها كرويه مش تابل كرويه ونحطهم غرفتين معناها زيت الجولزا نتاع صافي ونزينوا بالعظم نتاعنا والبيمون كاين جون سي با دا قايمه مسموطه علاش ليه ليه سلطه المشويه اغزر يزر سلطه المشويه ساعه اكلي تبدا بسلوك مش مرحيه مليح فد منها مرحيه برشا مرحيه برشا خايبه وبسلوك خايبه انا بين البنين ولازمها تبدا خضره اكثر من حمراء. هذه رايي رفيعه نقطة نظام شباب. هل معناها انت تؤمن بالاختلاف وتؤمن ظاهر برشا الموضوع ولا ظاهر برشا اللي الناس الكل كل واحد شنو يحب ياكل وكل واحد شنو يحب والدنيا اذواق انا نعرف مصلحتكم يلا تبدا مسطره برشا دونك تبدا ياسر كيل بوري وكي تبدا سلوك سلوك هكا نبدلوا ديما معناها دون لو سونس نبدلوا موكول كيما تحبوا الناس على كيف الناس موكول على كيفك هذيك هي ولا بالطبيعة على كيف دونك الفقره فقرتي وانا نحب تصفيق الريجي كلها تصفق برافو يا شيف سلوك سلوك واحنا باش ناكلوا وانت قاعد تتفرج علينا قاعد تتفرج برافو يا شيف باش نجيبوا سلطه من شويه خلت قلبي كي نقطه العسل برافو من غير ما تجي يا شيف يجي ويقدم فقرته شكرا شيف والله دونك بالنسبه للسويت
نتاعنا باش نعملوا كسكسي بالعصبين. الله. دونك كان جاي جعفر هنا يقول لنا كسكسي بالعصبان. بالعصبان. كسكسي بالعصبان. والله شهي نتاعنا الكسكسي. بلي انت طيبته ذاك شيف ولا انا طيب. ما شاء الله. ما شاء الله. قديمه التصويره شويه. اي ظهر من الكاريتيه. هكا ودونك التبسي التونسي نتاعنا. صوص لونها مزيان. ومعناها تفكير فما تو مثلا شكون يطيبوا كسكسي ولا يحطوه اون دوم واحد نحاولوا ديما في التبسي نتاعنا. صحيح. في الصحن في الفخار النابلي معناها كل شيء وذي الكل والموروث الغذائي الكل يدخل هي الصناعة غذائية يولي الاختيزون يخدم والطبيخ يخدم الناس كلها تخدم والناس كلها تبيع دونك الكسكسي مانيش باش ولا يشيف انا زادة كنت مثلا حاجة كما كزمني نحط معنية نقول احنا تولي تمشي تشري سيرفيس بور من نابل اي معنية تشري معنية من نابل الاختيزون يولي بيع الطبيخ يولي بيع الناس كلها تخدم الكسكسي مانيش باش نزيده معنية حاجة سبيسيال انا بالنسبة لي انا في العصبين نعمل كبدة السلق ونحط الزبيب دونك احنا عصبين فيه زبيب لماذا بنين يعطي انكو دونك اللي جلب الحبيب لا فما شكون ديما يحب راهو لوغو سكري سالي راهو الناس قبل مثلا مع الكسكسي برشا ناس وحتى لليوم ياكلوه يعديوه بالعنب يعديوه بالبطيخ يعديوه بالدلاع يعديوه بولد القمره فما ناس يحبوا لوغو هذاك ايدغاتي وسكري سالي في الكسكسي لا ينجم يكون سي روفيزيتي مش في العصبان يا جماعه الكسكسي بالعصبين فيه شويه زبيب دونك نقرن فلفل نتاعنا كالعاده دونك باش نفوروا الكسكسي باش نقليو الطماطم نتاعنا باش نعملوه بالخضره وكل شيء دونك ما ننسيوش معناها انت تفضل الروز ام الكسكسي ام حاجه اخرى بات اللي نحطوها في وسط الواحد هذاك ما في حد شيء فما اللي يحط برغل ايوه فما اللي يحط روز ايوه هما يا روز يا برغل انا هاكا معناها فيو فما اون سومول اللي هي الكسكسي باش نقعدوا ناكلوا كسكسي وروز وبرغل هاكا معناها سي باز نتاع معناها خضره والحم وكبده وشويه زبيب وسلق وكل شيء اون طونك فما حاجه زاده فما اللي ما ياكلش مثلا العصبين خممت معناها ما يحبش ياكل العصبين دونك شنو نعملوا له بولي فارسي فلورنتي دونك اي حاجه فيها ميلونج ما بين صوص بيشاميل وصوص وليبينات استنى بدي شيف اضمن على شنو فسر لي انا خمم بحكي تضمن خمم في الاضمن اضمن ماذا يعني ذلك اضمن كبداية معرفة من الاول ماذا بيك البولي فارسي ولا شي اسمه بعد كي تتواطد العلاقة تدخل في العصبين بالزبيب ما عندكش مشكله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وكل كل شيء في كل بلاصه رجعنا لسارة اسمع الدين كيلا هذا مش نجم نقول حاجه ما نجم نقول حتى شيء كان تبارك الله وكمل راسنا صحيح سامي بزهره تكل على روحي المستمعين انت يعني يعطيونا الثقافه نتاعهم كيفاش ياكلوا العصبين ما عندي شكون كيفاش انا بيرسونيلمون معناه ناكلوا مع عند امي معناه نبدا مطمئن حتى معناه مش بامور بامور هيجين حتى نحكي بامور نظافه فما برشا ناس يخموا بالحكايه نتاع العصبين هذا يجي نقول لك نمشي لادريس نعرفها ولا في عائله نعرفها باش نبدا انا مطمئن على امور ليجين جوستومون على خاطر نحطوا لي زبا احنا نحطوا كل شيء يقلقني موضوع مداخل اكثر الاقل الناس الكل تبدا متيقنه بلي شيف عندي احتراز لهنا مع عند سي محمد يقول لك العصبين الصحيح ما يجيش فيه السلق وما يتمش في الصوص العصبين يتفور في الكسكسي يهديكم ربي فما طريقه فما طريقه فما اللي فما غشش سي محمد فما معناه اللي يحطوه في البابي الومنيوم ويتفور فما احنا عنا فما المقفول فما المقفول بوتليثه ماهوش دارج برشا في تونس دونك المقفول الجربي كان عندكم شي فكره على المقفول الجربي المقفول الجربي فيه تروازيتاج فيه معناها الطنجره اللي فيها الصوص وفيه فيموار الاولى والفيموار الثاني دونك الفيموار الاولى باش نحطوا فيها معناها الخضره الطيب وكل شيء والفيموار الثاني اللي فيها الكسكسي دونك كلها تتفاور مع بعضها فما الطنجره اللي فيها الصوص والطنجره اللي فيها الكسكسي والطنجره اللي تحط فيها العصبة دونك الفيموار طيب عصبين زينب نعرف نطيب لكن انا الحقيقه من المدرسه اللي تقول مش بالضروره ناكلوا كل شيء معناتها في وسط العلوش فما حاجات نجموا نستغناو عليهم لزبا لا ناكلوا كي دارنا تعملوا الوالده نتاعي ولا اختي ناكلوا ربي يفضلهم وناكلوا بالكدا وكل شيء لكن انا كي نحضر حاجه اللي هي تشبه للعصبين نحط لفخس والطريقه نتاع التطيب والكسكسي هذاك وكي تاكلوا بنه كبيره برشا اما ما غير لزبا هذا خيار شخصي اللي عندي انا صح وبشفاء عايش انا اوترومون باش نسال السويق تنظف عصبين لا ننظف ولا نطيب ناكلك هاو صح بشي بكل صراحه ومتاع الواده زاد ربي يفضلها ان شاء الله ربي يفضلكم عن ربي يشفيها فهمتني ولي عندها بنا عالميه عايشك زين دونك قلنا في صوره 100 مثلا ما نحبوش العصبين احنا اقترحنا باش ناخذوا ان بلون بولي
دونك باش نعملوه بالصوص فلورنتين. دونك باش ناخذوا البولي نتاعنا باش نقصوه باش نحلوه كي ساندويتش. دونك نحطوا شويه ملح شويه فلفل اكحل ونعملوا لاصوص فلورنتين نتاعنا اللي هي تتمثل في معناها صوص بيشاميل مع السبنيخ نسوتيهم مع بعضهم ونحلوا البلون بولي كوم سي ان ساندويتش ونحطوا الصوص وندخلوا للفور يطيب. دونك هذا هو بالنسبه لل كيما هكاك باش يعطينا يخرج حاجه بنينه على الاخر يطيب في الفور. دونك 180 درجة تقريبا نص ساعة يخرج بنين على الاخر ونجموا ناكلوه معناها مع الكسكسي وحاجة باهية على الاخر. دونك بالنسبة لل باش نعملوا طاجين مانيش نعملوا حلو اليوم مع الكسكسي نهار لحد يا جماعة عندكم دبرت الشيف عملوه كيما هي صح. دونك طاجين تاعنا تونسي طاجين ملصوقة. دونك باش نعملوه بالحم وبالكبدة. دونك قاعد لنا شوية ديزابا من العصبين وكل شيء باش نعملوه أزعر. دونك باش ناخذوا البريك نتاعنا باش نعملوه اون بيبي بالزيت نتاع زيت صافي زيت الكولزا بالبانسو وكل شيء. دونك باش نعملوا البريباراسيون نتاعنا دون لو سونس باش ناخذوا الحم باش ناخذوا كبدة باش نسوتيهم مع البصل باش نحطوا الكركم نتاعنا فلفل اكحل ملح وباش نحطوا تقريبا 8 عظميات نركضوا كل شيء مع بعضه نحطوا لي في دو بريك نتاعنا ساهله على الاخر كما قلنا لي في دو بريك باش يجيونا مهشاشين. دونك نحطوا الفي دو بريك ونعملوا لهم فما اللي يعمل زبده ايوه احنا معناها دون لو سونس معناها زيت الجولزار تاع زيت صافي معناها الفالور نوتريتيف نتاعو باهيه وكل شيء ويعطي اون اسوس دو جو. انا بيرسونيلمون معناها سي تيستي بروفي دون لو سونس بالزبده ما فماش ما نجموش نعوضوا بالمارغرين خاطر تعطينا معناها نستعملوا زيت الجولزا اللي باش يعطينا بنه ويخلينا معناها الورقه ديما تجي مهشهشه وكل شيء. هكا والطاجين نتاعنا باش يطيب في المول وباش نخرجوا وناكلوا باش فيه. الكلمه نتاعك مهشهشه ما نقولوش هشوش احنا ولا هشوش مهشهش مهشهش كروستيون على مهشهش باش يخرج لنا كروستيون. ميرسي. دونك الناس الكل باش الناس الكل باش تزيد تتبعنا. دونك يتبعونا على بنا صافي سيت اوفيسيال نتاع زيت صافي برافو باج اوفيسيال فيسبوك معناتها كي ندخل على لاباج نتاع زيت صافي نلقاو المنيو الكل واكسبليكي وليزانغريديون تلقاو ليزانغريديون تلقاو لي غوسيت تلقاو كل شيء بيانتو شيف بيانتو ان شاء الله على بورش نخمم وقت شيف اليوم فري ستايل شيف اليوم شيف اليوم في هبطه تحسوا بلي وليد قررت انه لي جو دمو الكل باش نلمهم ونعطيهم ديما في اخر الميكرو نظرا للاهميه نتاعهم وباش لي زوديتور ينجموا يقيدوهم. دونك توا نبداو في لي جو دمو ليستا في دقيقه تالي قلت حافز انت اي ما تقوليش ما تقوليش ما تعدى اسمعها وتعدى ديك اللي حافظ الاسد. دونك هذه الهضره الله يرحمه. والثانيه قلت صوص بشاميل دونك عندنا صوص بالجنوب دونك فوالا هذه الثانيه هذا مزوج بالنسبه للميكرو هذايا ان شاء الله نتقابلوا في الميكرو الجاي ربي يفضل. لا ترتقي انها تكون في حتى الترتيب سامح قصه سامي قصه هذه ما تخليهاش موجوده حبينا نمنعوا نتعداو ونرجع نغرق روح الله يحفظ لها يا رب. شكرا لك شيف وشكرا زيت صافي. وقيت فطور مع جعفر زيت صافي بالنصر.